التانية معايا بتقول خناقتك انت وكابتن رضا عبد العال في قناة معينة كانت بسبب يعني انتوا عاملينها عشان خاطر تعملوا ترند. لا انا عمري ما انا ما بتخانق بتخانق. كانت خناقة بجد؟ لما بتخانق بتخانق يعني. مش ترند؟ لا لا ما فيش حاجة اسمها كده، انا مش بتاع افلام وبتاع ترند واعمل واجي حد يتفق معايا اتخانق، انا ليه يعني اهين نفسي ليه؟ طب ليه اتقال كده؟ اهين اللي قدامي ليه؟ ليه اتقال كده؟ عشان بعديها اتصالحنا في نفس اليوم او تاني يوم تقريبا. اتصالحتوا بعديها بساعتين ثلاثة تقريبا. انا قلت لك انا بقول لك انا متذكر يعني. خد بالك هو انا والله هقولها تاني، انا عمري ما كنت فعلي، انا دايما رد فعل.